بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في الفوائد البديعة في فضل الصحابة وذم الشيعة، وتكلمنا في الدرس السابق عن مناقب الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونتكلم اليوم عن مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو نعيم في الحلية: وثاني القوم عمر الفاروق ذو المقام المأنوق، أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق، فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت، وثبتوا في أحوالهم بعد تهافت، غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق اليقين، لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطئهم، يعني تواطؤهم واجتماعهم، ولا يكترث لممانعتهم وتعاطيهم اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم، واستنصارا بمن هو قاسمهم وشانيهم، المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين والموافقة في الأحكام لرب العالمين، كما سنرى من مناقبه أنه وافق ربه في ثلاث، في رواية من أربع: السكينة تنطق على لسانه، والحق يجري الحكمة في من بيانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان فيما خلا قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني كأنهم يحدثون بالأمر فيقع، لأن دي الفراسة، أن واحد يقول يعني أحسب أن كذا فيكون الأمر كما قال، فكان عمر يعني معروفا يعني بذلك. وطبعا قصة سرية لما كان يخطب عمر بن الخطاب، وكان أرسل يعني جندا، فبينما هو يخطب يعني قطع الخطبة وقال: يا سرية الجبل الجبل. فلما عاد يعني سرية بالجنود يعني قال بأنه كادوا ينهزمون، فسمع قول عمر يقول: يا سرية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل أو اذهب أو احتمي بالجبل، فلجأ إلى الجبل واحتمى بالجبل فانتصر. فكان عمر كأنه محدث، كأن يعني ملك يحدثه أو إيه أو يخبره، فيكون الأمر كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما رواه البخاري ومسلم: إنه كان فيما خلا قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البغوي: محدثون، فالمحدث الملهم، يلقى الشيء في روعه، يريد قوما يصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حدثوا بشيء فقالوا. في قصة أيضا لعمر لما رأى رجل وقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا كان كاهنا في الجاهلية، ثم قال عليه الرجل فقال: لو كنت كاهنا في الجاهلية يعني، فقال: لم أرك اليوم أستقبل به رجل مسلم، يعني زي تقول لي ذلك. فأقسم عليه أن هل كان هو كاهنا في الجاهلية؟ قال: نعم. فقال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. فأخبر بشيء من الإيل يعني من أفعال جن، فأخبر عمر رضي الله عنه بقصة أخرى، وهي يعني أنه رأى رجل بيذبح يعني بدنا بجوار الكعبة، يعني فصرخ صارخ: يا نجيح أمر مليح. المهم إيه يعني فيها بشرى بإيه؟ بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فهذا من شواهد ذلك، أنه كان فعلا محدث، أنه هو يظن أن الشيء كذا ويكون كما توقع عمر رضي الله عنه. قال: يريد قوما يصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حدثوا بشيء فقالوه، وتلك منزلة جليلة من منازل الأنبياء. وعنه رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. وطبعا رؤيا الأنبياء وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف أنه في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فشاف امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. في بعض الروايات قول الشاب من قريش، قال: فظننت أنني أنا هو. من حلاوة القصر، النبي صلى الله عليه وسلم ظن هذا قصر، وطبعا قصر النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ذلك وأفضل من ذلك. فقيل هو لعمر بن الخطاب. فلما رأى هذه المرأة قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا،
فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ وطبعا هذا الحديث يعني صحيح، لا نستعمل إلا الحديث الصحيح. قال ابن بطال فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم غيرة عمر فولى مدبرا، فقال فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. قال وبكاء عمر يحتمل أن يكون سرورا، أن بكى عمر استبشار بهذه الرؤية، ويحتمل أن يكون تشوقا أو خشوعا. وقع في رواية أبي بكر بن عياش عن حميد من الزيادة، فقال عمر وهل رفعني الله إلا بك وهل هداني الله إلا بك صلى الله عليه وسلم. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الناس في المنام يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، يعني القميص يبلغ إلى ثديه، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني من إسباغ القميص وطول القميص يجر القميص. فقال من حوله ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يدل على إيه؟ يعني دين عمر رضي الله عنه، فالناس يعني عليهم قمص إلى الثدي أو دون الثدي وهو يجر قميصه. قال الحافظ وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر، والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله عرض علي الناس، فلعل الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو رآهم في المنام لم يكن فيهم أبو بكر، فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر، وأن كون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن يكون على أبي بكر قميص أطول منه. أنا طبعا أعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر وأسبغ، فلعله كان كذلك، إلا أن المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر رضي الله عنه فاختصر عليه والله أعلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه أتي بقدح لبن، بكاس لبن أو بكوب لبن، فشرب منه حتى يعني كأنه امتلأ باللبن حتى يعني صار الري يخرج من أظفاري، لبن يخرج من أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، الفضل هو الباقي في الإناء. قال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وطبعا دي منقبة عظيمة جدا لعمر رضي الله عنه، يعني في العلم أنه أخذ يعني فضلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تحقيق الجامع المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله، واختص عمر بذلك لطول مدته. وطبعا عمر رضي الله عنه كان معروف بالسياسة، ولذلك لما قال أيكم يعني يروي حديثا في الفتنة يعني فقال يعني له حذيفة فتة الرجل في نفسه وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فقال ليس عن هذه أسأل، فقال ولكن أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر لما حدث في آخر عصر الصحابة. فقال له حذيفة ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا يعني مغلقا. فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال ذلك أدعى أنه لا يعني يغلق إلى يوم القيامة. فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أنا دون غد الليلة. فكان هذا الباب هو عمر، وبمقتل عمر طبعا ظهرت الفتن، يعني بعد ذلك مقتل عثمان ومعركة الجمل وصفين والنهروان، ويعني سلت دماء يعني كثيرة جدا، يعني مئات الآلاف يعني من الدماء سلت، حتى اجتمعت الأمة يعني على سنة 41 تقريبا من الهجرة، اجتمعوا على معاوية بعد أن تنازل الحسن لمعاوية، وتحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فطبعا عمر كان عنده سياسة، يعني سياسة للناس
ولكن اختصاص أو بين أن علم عمر قاصر على سياسة الناس، يعني هذا ظلم العلم عمر، لأن عمر كان معروف بالعلم وبالفهم. وذلك كان ابن مسعود يقول: لقد أحببت عمر يعني حبا شديدا حتى لو أحب كلبا، لو كان عمر يحب كلب لأحببته. ولما يعني مات عمر يعني قالوا ذهب 9 أعشار العلم، يعني بموت عمر رضي الله عنه. فيقول: واختص عمر بذلك طول مدته واتفاق الناس على طاعته، ولا أدري من أين خصص علمه بذلك. وقد روى الطبراني والحاكم عن ابن مسعود أنه قال: لو أن علم عمر يوضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم، ولقد كانوا يرون أنه ذهب 9 أعشار العلم. قال هيثمي في المجمع، روى الطبراني بأسانيد، طبعا يقول الطبراني ويسكت يبقى في الكبير، لأن لو أراد الأوسط أو الصغير لصرح. فروى الطبراني يعني في الكبير بأسانيد، ورجال هذا رجال الصحيح، يعني في البخاري أو مسلم، غير أسد بن موسى وهو ثقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. هذا أيضا رواه أحمد والبغوي والترمذي وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. ورواه الترمذي عن ابن عمر وقال: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب، يعني فيه شك خارجة أحد الرواة، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. فهذا موافق للإيه؟ للحديث، يعني شاهد له من حيث الإيه المعنى: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه معناه ابن ماجه عن أبي ذر، من هذا شاهد آخر صححه الألباني، وقلنا شاهد آخر لأنه عن صحابي آخر وهو أبي ذر. ويأتي موافقة عمر للإيه للوحي. وعنه رضي الله عنه، يعني عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريتك أني أنزع بدلو بكرة، يعني بكرة تبقى على البئر وفيها دلو، ينزعون الماء من البئر على قليب، يعني على بئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، ذنوب له الدلو العظيمة، نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطل. طبعا ليس في الحديث إن عمر أفضل من أبي بكر، ولكن إشارة إلى مدة، يعني أبو بكر كانت مدة قليلة، يعني 2 وعدة أشهر، وإن عمر يعني بقى يعني 10 سنين أو 12 سنة، يعني مدة طويلة. وأيضا فترة أبو بكر كانت فترة لما ارتد الناس، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ضعف الإسلام وفي حروب للردة، بخلاف يعني فترة عمر كان فيها الفتوحات الإسلامية. فهذا ما في الرؤية: أريتك أني أنزع بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. هذا رواه البخاري ومسلم. والغرب هي الدلو العظيم، والعبقري الرجل القوي الشديد يفري فريه، يعني يعمل عمله. قال ابن الأثير، يعني في جمع الأصول: وهذا الحديث أريه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لأيام خلافتهما، وأن أبا بكر رضي الله عنه قصرت مدة خلافته ولم يفرغ من قتال أهل الردة لافتتاح الأمصار، وأما عمر رضي الله عنه طالت مدته حتى تيسرت له الفتوح وأفاء الله عز وجل عليه الغنائم وكنوز الأكاسرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: وفقت ربي في 3، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
مقام إبراهيم اللي هو الجهة اللي فيها المقام، يعني كانوا يعني كأن سيدنا عمر اختار هذه الجهة اللي فيها مقام إبراهيم اللي بعد الحجر، فكأنه يعني قال نصلي في هذا المكان بعد مقام إبراهيم والجهة اللي فيها اللي بعد الحجر واللي فيها باب الكعبة، فنزلت الآية كما قال يا عمر واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني هو قال ذلك لحفصة يعني ابنته لما علم أن الواحدة من أمهات المؤمنين تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلمه حتى المساء، فغضب عمر رضي الله عنه وقال حفصة أتغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولا تكلم الواحدة من كن حتى المساء، فقال يعني عمر رضي الله عنه عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. وفي رواية لابن عمر قال قال عمر وفقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد يعني أسارى بدر كان أسر 70 وقتل 70، فاستشار الصحابة فقال له يعني أولاد العم والأهل والعشيرة فنحن نتركهم ونأخذ منهم أموال نستعين بها، يعني وقال عمر أرى أن تسلمني فلان لقريب له وتسلم فلان فلان لقريب له يضربه، فنزلت في النبي صلى الله عليه وسلم هوى أو مال إلى مقال أبو بكر ولم يهوى مقال ين عمر، فنزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إثخان اللي هو الإكثار من القتل وإراقة الدماء إزلالا للكفر وإعزازا للإسلام. فذهب عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هو أبو بكر فسأله عن سبب يعني بكائه، فقال لقد عرض علي عذابكم عرض هذا الحائط، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني قيل سبق يعني لأهل بدر بالسعادة كما فسره سعيد بن جبير، إن سبق في الكتاب يعني أن أهل بدر سعداء، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فالله عز وجل قال لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فنزل القرآن تصويب يعني قول أو رأي عمر رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، يعني هم قدام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين يعلوا صوتهم ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستكثرنه، يعني يطلبون مثلا مزيد يعني من العلم أو من الإيضاح. فلما دخل يعني عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن، يعني ما سلموش أيضا من سيدنا عمر لازم يعني يديهم على دماغهم. فقال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، فطبعا النساء مش هيسكتوا يعني. فقلنا نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فظ وغليظ، ولكن هذا من من أفعال التي لا تأتي على بابها، يعني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مش معنى كده أن النار برضو يعني فيها
يعني مقيل حسن، ولكن إن الجنة هي المقيل حسن. فمعنى الكلام أنت غليظ وفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا خيرا من فجك. هيأتي في الكلام عن الشيعة أن كان واحد شيعي كان عنده حمارين من غباء مسمى، واحد أبو بكر وواحد عمر، فبيقولوا فرمحه أحدهما، واحد من الحمارين دول رمح هذا الرجل فقتله. فسألوا أبو حنيفة فقال: الذي رمحه الذي سماه عمر، فكان كذلك. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر رضي الله عنه، وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا، لأن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه. وقال القاضي: ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه، وأن عمر رضي الله عنه في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمره به الشيطان، والصحيح الأول. وأخرج ابن عساكر عن الصديق رضي الله عنه قال: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. ولذلك الصديق استخلف عمر، يعني بيقول أحيانا بيبقى واحد فرض نفسه بالشخصية وبالتميز، ولكن عمر لما ترك الخلافة تركها في ست، فأبو بكر حدد عمر لأن عمر كان ظاهر بقوته وشخصيته وبأسه وعلمه وسياسته، فلذلك يعني استخلفه يعني أبو بكر. وعن ابن سعد عنه أنه قيل له في مرضه: ماذا تقول لربك وقد وليت عمر؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله، يعني هذا الحب يكون في شيء يعني، ولو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لأحببته، ولو ددت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فقده كل شيء حتى العضاء، وإن إسلامه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. وعن ابن عباس قال: وضع عمر رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس، يعني حاط به، والناس كنفتي يعني من حوله، يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، ده ابن عباس. قال: فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر فقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أن دائما كان اسمه مقرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإني كنت لأظن ليجعلنك الله معهما. وكان معهم فعلا في القبر، وكان في قصة موسى الأشعري لما كان على قف البئر لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر عن يميني وعمر عن شمالي، وجاء عمر فلم جاء عثمان فلم يرى مكانا فجلس في المقابل، فقال فأولت ذلك باجتماعهما يعني هنا يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، وعثمان دفن بالبقيع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مرة يعني بيقول للناس إن رجل ممن كان قبلكم يعني جلس يعني على بقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت: إني لم أخلق لهذا. فالصحابة قالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فده يدل على إيه منزلة يعني أبي بكر وعمر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام كله يعني رد على الشيعة وعقائدهم الباطلة وسفاهة عقولهم،
الذين يتقربون إلى الله عز وجل زعموا بسبب أبي بكر ويعني عمر فقبحهم الله عز وجل. هنجيب عن بعض الأسئلة حتى هل من السنة غسل اليدين من النوم قبل الشروع في أكل الطعام؟ هل هناك حديث يعني ينهى عن ذلك؟ وطبعا من السنة قبل الطعام عموما غسل اليدين يعني، وهذا أدب إسلامي حسن. إنسان ما يدري يعني لعله يعني وقع في يديه شيء مثلا أو لمس يعني شيئا يعني ينافي الإيه الطهارة أو ينافي الإيه النظافة يعني. إذا كان الرجل جنبا وأمسك المصحف بالمنديل يجوز له هذا؟ والمرأة ترتدي جوانتي وتقرأ بالمصحف فيجوز أم لا يجوز؟ يعني مسألة يعني مس المصحف يعني طبعا الحرج في المس أكثر من القراءة يعني، فالافضل يعني عدم مس الايه المصحف. ولكن لو اضطر ان هو يمسكه بشيء يعني بالجراب بتاعه او مثلا بشيء يكون اهون. ولكن بالنسبه للمراه مثلا اذا ارادت ان تقرا القران كنا قلنا ان في مخرج ان هو تقرا في جزء من الاجزاء، يعني ما تمسك المصحف كاملا له حرمته، ولكن تمسك جزء من تفسيره وتقرا فيه خروجا من الخلاف يعني. سائل يقول أنا أخالط أصحابي وهم يصلون لكن لا يلتزمون بالألفاظ والسلوك، وإذا بعدت عنهم يقولون ده متشدد وممكن يكره المسجد، أعمل إيه؟ نقول له إن هو إيه ما يقطعهم يعني بالكلية، ولكن لا يحرمونه من دروس العلم، يعني إن هو لابد أن يحضر دروس العلم وأن يسعى في زيادة إيمانه، وإلا فهو عرضة لأن يفتنوه وأن يبعدوه عن المسجد. فهو لابد أن يقوى عوده في الالتزام أولا، يعني ثم بعد ذلك يعني يحاول يعني معهم أن يؤثر هو فيهم، يعني لا يؤثرون هم فيه. هناك أحد الناس يعمل في العملة من السلوم يعني في مصر إلى بنغازي في ليبيا، ومستقر في السلوم عنده محل في بنغازي، يقول وأنا أعطي 40,000 مصري ونأخذه من بنغازي 10,000 ليبي، علما بأنه يأخذ زيادة على 40,000 أجر التوصيل، وذلك خوفا من الضياع والسرقة والجمارك. هل هذا يكون في تعامل ليس يدا بيد؟ طبعا هو لو أعطاهم على سبيل يعني المفروض أنه بيأخذ مصري يدي مصري، يعني ما يأخذش مصري يدي ليبي يعني، وإلا في لو كانوا على سبيل القرض يعني أو فده فيها شبهة والله أعلم. لابد أن يكون إيه يعني نفس العملة أو يدا بيد، مصري بليبي يدا بيد، ما يكونش مش بيدا بيد وأيضا عملة مختلفة يعني. كيف أصلي قيام الليل أكون مستيقظا ولا أصلي مع أني كنت مواظبا على صلاة الليل؟ نقول له يعني عالج إيمانك وعالج قلبك، وقد يعني قيل لبعضهم لا أستطيع قيام الليل قد أبعدتهم الذنوب، وقال بعضهم كبلتكم خطاياكم. فالإنسان يعني قد يحرم يعني من قيام الليل مثلا لأنه لا يغض بصره، أو أنه مثلا لا يجتهد في الصيام، أو أنه يعني كما رأى الحسن دخل السوق فسمع لغطاهم ولغوهم فقال ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. فالإنسان لما يوفق للطاعة والعبادة بالنهار فهو أيضا يوفق بالليل، ولكن لو أضاع النهار يضيع عليه أيضا الليل، وجزاء الحسنة الحسنة بعدها وجزاء السيئة السيئة بعدها. ما حكم التحاق أخ خريج كلية الشريعة والقانون بنقابة المحامين واستخراج كرنيه النقابة من أجل أخذ معاش اجتماعي من خلال النقابة فيما بعد؟ نقول هذا نوع من التدليس والغش وأخذ ما ليس يعني له، ولا يجوز يعني له ذلك يعني، والله أعلم. 4 نفر أدركوا مع الإمام سجدتين أخريين والتشهد، وعندما انتهى الإمام قدموا أحدهم وأكملوا الصلاة في جماعة، فما حكم الصلاة؟ نقول هذا خلاف السنة، فما دام هم أدركوا الجماعة مع الإمام فحصل لهم ثواب الجماعة،
إذا أدركتم فصلوا وما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، يعني مش فقدوا، لأن الرواية تغضض رواية ضعيفة، بحيث أن بداية الصلاة بتكون له يعني هي بالنسبة للإمام آخر الركعتين وهو بالنسبة له أول ركعتين، ولكن يسن له يعني أن يقضي الصورة. والشاهد يعني على عدم مشروعية ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة هو وعبد الرحمن بن عوف ويعني صلوا مأمومين، فثم بعد ذلك يعني لم يأتم عبد الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى كل واحد منفردا، فلو كان سنة لأتم عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن سلم أبو بكر. حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء هنا المقصود به الأذان، أم أن يحضر الصف النداء هنا المقصود به المؤذن، أم أن يحضر الأذان وهو في المسجد؟ لا، النداء الأذان يعني هم يستهموا على الأذان يعني لفضل الأذان، وليس مع ذلك أن حضور المسجد وسماع الأذان هو في المسجد أنه ليس سنة، هذا من تعظيم الصلاة، أن الإنسان يعني يبكر بالتجهز للصلاة، كما قال يعني قال ابن سعيد بن سيب يعني ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا هو في المسجد ينتظر الأذان. ما حكم يصلي إلى غير القبلة ولا يعلم ثم عرف بعد انتهاء الصلاة يعيد الصلاة أم لا، خصوصا إذا دخل وقت الصلاة الأخرى؟ نقول صلاته صحيح، إذا كان لا يعلم فهو معذور بالجهل، وأيضا لو وجد على ثوبه نجاسة واكتشفها بعد أن سلم من الصلاة ليس عليه الإعادة، ولكن لو أخبر وهو في الصلاة يخرج من الصلاة، لو أخبر أنه في غير اتجاه القبلة يتجه إلى القبلة ولا يعيد ما صلى، لأن الصحابة لما صلوا ركعتين في اتجاه بيت المقدس وحولت القبلة ما خرج من الصلاة واستأنفوا الصلاة من جديد أكملوا، لأن يعني العبرة بالإيه بالبلاغ، لما بلغوا أن الكعبة أو القبلة تغيرت فتحولوا أكملوا الصلاة إلى جهة الكعبة، فهذا أيضا لو أخبره داخل الصلاة بالقبلة الجديدة يتحول إليها أو بالقبلة التي لا يعلمها يتحول إليها ويكمل الصلاة، لو علم بعد انتهاء الصلاة وكان جاهلا في ابتداء الصلاة فالصلاة صحيحة وليس عليه الإعادة. والشواهد كثيرة، المرأة التي كانت تستحاض حيضة يعني شديدة منكرة، الصحابة الذي كان يجعل حبلا أبيض وحبلا أسود وينظر إليهما ويتأول الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، ما قال له أنت تعيد الصلاة كل الفترة اللي فاتت، لأنه كان جاهل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة قبل أن يعلم الصلاة الصحيحة. كيف يصلي الرجل إذا كان مسافرا بالقطار لساعات طويلة ولا يوجد ماء للوضوء ولا تراب للتيمم؟ يعني أنا أشك أنه فيش تراب في القطر، يعني ده ممكن ياخد تراب مع البيت لو محتاج، فهو ولكن على افتراض أنه هو يعني القطر مغسول ومتنظف كويس فيبقى فاقد الطهورين يصلي، يعني هو فاقد الطهورين. رجل مسلم تركت زوجته الصلاة فهل يطلقها أم ماذا بعد أن فشلت محاولته في تقويمها؟ طبعا الطلاق يكون يعني حلا، خاصة أن بعض الناس يكفرون ترك الصلاة، وإن كنا لا نقول بذلك، ولكن هو لا يرضى أن تكون زوجته يعني فعلت كبيرة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وثم هي التي تربي أولاده كيف تربيهم وهي تاركة للصلاة، فهو إما أن تصلي وإما أن يطلق. أو كما قال بعض إخواننا يتصلي يتصلي يعني ما فيش تالت يعني. هل يجوز لي أن أصلي الفرض بعد الجماعة مرة ثانية مع الزوجة لكي تأخذ ثواب الجماعة؟ يعني ممكن العشاء مثلا يصليها بنية قيام الليل والزوجة تصلي الفجر، تصلي العشاء يعني هي تصلي العشاء هو يصلي قيام الليل، كان يفعل معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يأم قومه، هي نافلة بالنسبة لمعاذ ولقومه يصلي بهم العشاء. هل يجوز أن أصلي الفرض خلف من يصلي السنة؟ نعم يجوز صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. هل يمكن ممكن أقرأ القرآن وأنا متكئ؟ نعم، الأخ يبدو عنده ورع شديد يعني جزاه الله خير. هل لابد أن أدفن أظافر بعد قصها؟ يعني لا يشترط يعني.
أنا مهندس معماري أعمل بمكتب وأسند لي عمل مشروع سكني في المنطقة السكنية بشرم الشيخ والعياذ بالله، حيث أن الشركة لها أعمال بشرم الشيخ في مجال السياحة، والمشروع عبارة عن غرف لتسكين العمال التابعين لهذه الشركة. فما حكم العمل في هذا المشروع علما بأنني سألت عن طبيعة هؤلاء العمال فلم يعلمني مديري أو يعلمني مديري، ولكن أظن أنهم سيعملون في مجال السياحة. نقول إذا كانت الشركة بتعمل أشياء على يعني على البحر أو أشياء للسياح أو أشياء يعني يغلو على الظن أنها تستعمل في المعاصي، فلا يجوز له أن يعينهم بشيء، بل مجرد ذهابه إلى هناك يعني فيه شبهة، لأن هذه أماكن يعني فيها عري وفيها يهود وفيها اختلاط يعني ماجن، فالإنسان يتقي الله في رزقه حتى يبارك يعني له. فمن أكل حلالا فعل الطاعات، ومن أكل حراما فعل المعاصي، ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ طبعا الأخ ما دقيتش الدنيا عليه يعني يصلي في أي حتة، ولكن كيجوز يجوز، ولكن هذه أماكن شرك يعني الأفضل أن الإنسان ما يصلي فيها. مسجد يقرب صلاة الجمعة إلى صلاة العصر 45 دقيقة وتسمى الجمعة الايه الثانية، يقرب صلاة يعني أخر صلاة الجمعة ولا ايش؟ يعني لا يجوز والله أعلم، يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمعة كان بيقيل بعد الجمعة يصلي الجمعة، أولا كان يبرد صلاة الظهر يعني يصلي الظهر بعد يعني يبرد شدة الحر بعد ثلث الوقت أو نصف الوقت، ولكن الجمعة كان يصلي الجمعة أولا ثم يقيل، فتأجيل صلاة الجمعة هو كان في عهد بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة يعني تنتهي الجمعة عند العصر تقريبا أو قرب المغرب، فنقول يعني ليس من السنة يعني. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.